بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال رقم 83: لو انت عندك مكان فيه تعشيش، تعشيش انا رافع له صور قبل كده في البلاي ليست او قائمة التشغيل بتاعة من الموقع، هتلاقي فيه اشكال للتعشيش كتير. اولا حضرتك بتروح تعمل ايه عشان تعالج التعشيش ده؟ بتروح بمطرقة بسيطة او بحاجة ناشفة شاكوش مثلا، وتخبط على مكان التعشيش بحيث انك تنزل كل الاماكن الضعيفة، حبة رمل مش ماسكة بعضيها تنزلها، حبة رخام صغير، زلط صغير، سن صغير، مفتفت، بتنزل كل الاشكال الهشة، التعشيش الهش اللي ممكن يقع. لان انت لو عندك شوية رخام هش في الاول ضعيف قوي، ورحت عالجت فوقيها وحطيت جراوت وحطيت اديبوند والحاجة تمام، انت اصلا حاطط الطبقة بتاعتك فوق طبقة هش، مع اي خبط كله هينزل. لازم تعالج على طبقة خرسانة قوية، بتخبط تنزل اي قشر عندك، تخبط على اماكن اللي محتمل يبقى فيها تعشيشات اللي فيها نتوءات بسيطة او تسويس بسيط، عشان تشوف الاماكن المطبلة، ممكن يبقى في مكان مطبل يبقى تحتيه فراغ توقع اللي في الوش. وبعد كده تعمل ايه؟ تنضفه كويس بمية، تنضف المكان ده كويس، وبعد كده تدهن الحديد بتاعك بمادة زنكية او ايبوكسي، وبعد كده بتجيب الجراوت بتاعك وترش ادموند على في المكان ده، وبعد كده بتجيب الجراوت بتاعك تخلطه بمقادير بالمية معينة مع نسبة رمش، وبعدين تعالج مكان التعشيش بتاعك. تمام، تعالج مكان التعشيش بتاعك بالادموند وكده، يبقى انت عالجت التعشيش. دي ابسط حاجة لمعالجة التعشيش. يبقى اقرا الكلام اللي موجود ده، ده كلام هو مطول شوية في الشرح، لكن ايا كان هو ده ابسط طريقة لمعالجة التعشيش. وما تنساش تعالج الحديد بتاعك بأبوكسي او حاجة، عشان هو كده كده وصل له مية، فكده كده هيصد، فعالجه بقى عشان الصدى ما ينتشرش في باقي حديد التسليح اللي في القطاع كله. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.